بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: حقائق صادمة عن الفرقة النطحية في دين الشيعة الإمامية. إخوتي أحبتي، انتشر في الآونة الأخيرة حتى على مستوى بعض المنابر بأن هناك في الشيعة فرقة نطحية وأنهم يضربون رؤوسهم بالحيطان وإلى آخره. أحببت أن أتوقف معكم لوهلة قصيرة أبين هذا المعنى. أحبتي الكرام، هذا الموضوع وبعضها وتداولها بعض الفضائيات الناصبية، الغاية منها هو الانهيار الكامل. أرجوكم ركزوا في قولي، هناك انهيار كامل في البنية العقدية عند النواصب، وإلا فضائية شكبرها اطلع لها خبر الفرقة النطحية، يعني هكذا بهتان وكذب، وخطيب واقع بهذا الفخ كل شيء ما يعرف، يعني معلومات التقاطية وليست معلومات حقيقية، يتحدث يقول هناك فرقة في الشيعة هي فرقة نطحية، وهذه الفرقة النطحية شو تسوي؟ يرجع 15 متر إلى الوراء ويضرب راسه بالحائط. والله والقناة النواصب، قناة المطربة الناصبية، اطلع هذا واطلع اثنين أجلكم الله ثيران يتناطحون فيما بينهم تصنيفا على الشيعة. المراد منهم أخوتي تسقيط النظرية الشيعية في العالم الإسلامي. شنو السبب؟ لأن كثير من الناس تتوجه إلى التشيع، وإذا تسأل هو يدعون، يعني يقولون شنو دليلك أنت نطحي؟ يقول والله أن زينب سلام الله عليها نطحت رأسها بالمحمل، فهذا شي يسوي؟ يرجع 15 متر إلى الوراء ويركض على الحائط يضرب رأسه، يسموه فرقة نطحية. أنا أسألكم، أخلي الشيعة شهود على قولي وأخلي النواصب، أعطوني شخص واحد بحياته بإسلامه بدينه شفتوا لكم واحد شيعي واقف ويركض يطخ راسه بالحائط ويقول هذا احنا، يقول احنا زينب فعلت ذلك. اطوني يلا هذا الخطيب اللي دا يتحدث المعلومات الالتقاطيه، ما اريد اسلط ضوء عليه لانه لا، يعني ما اريد ان اسقط بالمجتمع بهذه الطريقه. اطوني واحد، احرجوني، اكتبوا لي، بعثوا لي فيديو، بعثوا لي رابط انه شخص يرجع 15 متر الى الوراء ويضرب راسه بالحائط نطحي يسموه. واذا تسالوه تقفون وياه تسوون وياه لقاء، ايها الشخص لماذا ترجع 15 مترا الى الوراء وتركض تضرب راسك بالحائط؟ يقول زينب فعلت ذلك. انا بعمري ما شايف هيك شيء، ولا سالت الاصدقاء وسالت الناس، يعني انتم هالاتهامات ضد الشيعة شنو؟ وشنو هالحماقة الناس القاعدين؟ يعني انا الان لو جالس وخطيب يلقي محاضرة ويقول لي والله هناك فرقة نطحية، ادري ان شنو الحالة هاي، يعني هذا فعلا ما اريد احكي فد كلام، شنو هالغباء هذا؟ يعني واحد من الجالسين ما يستطيع ان يسأل شيخ من رخصتك فد سؤال لدينا؟ نحن لم نرى فد يوم من الايام شخص نطحي رجع 15 مترا الى الوراء وضرب رأسه بالحائط، ما شفنا، والله العلي العظيم ما شفت بحياتي من اليوم الذي ولدت فيه الى يومنا هذا، وانا معجون بالقضية الشيعية منذ نعومة اظافري، اتتبع الفكر الشيعي واتتبع الشبهات، وشربت السم من هذا الطريق، طريق صعب، صعب جدا، ما شفت بحياتي فد يوم أنه هناك فرقة نطحية، ما شفت واحد أصلا ولو شاذ يضرب رأسه بالحائط يقول احنا يعبر عنا نطحي. وبعدين الدليل أن زينب ضربت رأسها بالمحمل ما يستدل من عنده أنه أنا أرجع 15 مترا إلى الوراء وأضرب رأسي بالحائط وأقول والله زينب فعلت ذلك، ما يفهم من هذه الرواية كذلك. يفهم من الرواية أن جواز الإدماء وإلى آخره والجزع
على الإمام الحسين، وهي قضية ردة فعل حصلت لا إرادية. يعني حتى الرواية، رواية زينب سلام الله عليها ضربت رأسها بالمحمل، يستدل بها على أمور أخرى. ونعم هي مرتبطة بقضية الجزع، ولكن أمور أخرى لا مدخلية لها، ولا يوجد ولا يقول قائل، ولا يوجد عالم، ولا يوجد باحث، ولا يوجد قول شاذ بأنه هناك شخص يرجع 15 متر إلى الوراء ويركض يطق راسه بالحائط، والله شنو هان احنا فرقة نطحية لأن زينب ضربت رأسها بالمحمل. ليش أنتم على مستوى فضائية، صح فضائية ناصبية، صح فضائية تبغض محمد وآل محمد، يطلعوها ويطلعون فقط هذا الشيخ مطلعين قوله أنه على أساس ويقول، وهذا كذب أخوتي الكرام، كذب والله العظيم. أنا أخلي الشيعة اللي يسمعوني كلهم شهود على قولي، لا يوجد من نصف مليار شيعي بفضل الله تبارك وتعالى، اليوم أصبحنا نصف مليار شيعي، ماكو واحد ولو شاذ ولو مختل عقليا يركض ويضرب رأسه بالحائط ويقول نحن فرقة نطحية، ماكو هذا الكلام. هذا بهتان ليس بعده بهتان. فأخوتي الكرام، على الأخوة الذين يعترون المنابر خلي يعرف ايش يحكي، خلي يتعلم، هذا متحمل مسؤولية نصف مليار شيعي. القضية مو لعب، القضية مسؤولية أمام الله عز وجل. هذا التشيع، التشيع العظيم، هذا المبدأ، المنطق محمد وآل محمد. أخوتي الكرام شوية أدبوا، فعليه أن الفرقة النطحية في المتهم بدين الشيعة الإمامية قصة وهمية خرافية لا أصل لها حتى في عالم الخيال. ماكو هيجي، ماكو هيجي. هاي النواصب ويام أكثر الذين يبغضونا والشيعة، اعطوني واحد، مليون واحد يكتب لي يومية، دزوا لي رابط، دزوا لي صورة واحد يضرب رأسه بالحائط نطحي، يلا. هاي اللفظة ما موجودة. اتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله. أنتم يعني الله يسألكم عن الكلمة، عن الحرف، أنتم تضللون العالم بهذه الطريقة. فرقة نطحية على، وهذه الفضائية النواصب ليش يتلفتون إلى هذه القضايا أخوتي؟ هم يلجؤون إلى هذه القضايا انهيار، ما عندهم دليل بعد، سقطوا أمام الناس، انفضحوا أمام أتباعهم، شي يسوي؟ يلحقون شيخ واثق على سكسوكته، عنده سكسوكة، يلحقون قول شاذ نطحي، يركضون وراء فلان. يعني هاي فسافس الأمور، وحتى هذه بهتان، بهتان أخوتي، بهتان. فبهذا اللحاظ أخوتي، عند قولي حقائق صادمة عن الفرقة النطحية في دين الشيعة الإمامية، أقول هناك شيخ واحد شيعي قال بهذه القول وهو قول فاسد، وأنا أدعوه إلى التوبة، أدعوه إلى الاستغفار، أدعوه إلى الاعتذار، لأنه اتهم نصف مليار شيعي بهتانا، مو كذب، بهتان، بهتان. ألف قصة غير موجودة، فرقة نطحية، شنو احنا هنود؟ مع جل احترامنا للهندي، شفتنا تشاينيزي قاعد قبالك، كلنا ولد القرية وكل من يعرف أخيه، وين هذه الفرقة النطحية؟ ما تدلوني وينهم؟ أينهم هذه الفرقة النطحية التي تتهمون بها الشيعة؟ أينهم؟ بالهند؟ بالسند؟ لم نرى بحياتنا وبمعتقداتنا بكتاباتنا، ما رأينا هذا. والاستدلال تافه، لا يمكن أن يثبت أمام أبسط نقد، لأن هذه قضية زينب نطحت رأسها بالمحمل يستدل بها على أمور أخرى. شخص يرجع 15 متر إلى الوراء ويركض رأسه بالحائط، هذا أفلام كارتون ساسوكي، هذه ماكو هيج كلام أخوتي، حرام عليكم. اتقوا الله أيها الناس، أيها الشيخ، اتق الله يا شيخ الشيعي. قنوات النواصب تتداول كلامك، أصبحت جسرا للنواصب، عار عليك، عار. إذا أنا يوم من الأيام النواصب أكون جسرا لهم، عار.
اعتذر أمام الله وأمام الشيعة، تتهمون الشيعة بهذه الأقاويل التي لم ينزل الله بها من سلطان. فأخوتي الكرام، الفرقة النطحية فرقة خيالية وهمية لم ينزل الله بها من سلطان، ولا موجودة لا في عالم الوجود ولا في عالم الخيال، ويشغلوننا بهذه الأمور يوميا، مطلعينهم قضية وإحنا يوميا لازم نطلع نركض وراهم حتى نكذب الخبر لأنه كذب. وهذا يدل على ضعفهم. أحببت أن ألخص هذا القول، فالحقائق الصادمة عن الفرقة النطحية في دين الشيعة الإمامية هي ما ترونه في اليوتيوب وتداولها بعض النواصب، هو قول كاذب وهمي خيالي ليس له أصل ولا وجود، والاستدلال الذي يستدل به من خلال رواية المحمل يستدل به على أمور أخرى لا علاقة ولا مدخلية. حتى المصطلح هذا النطحية مصطلح بدعي لا أصل ولا وجود ولا أثر له. هذا قولي، أحببت أن أرشدكم بذلك. ومن يتهمكم بذلك أو يقول قولوا لطينا بس صورة واحدة، واحد شاذ ولو عنده خلل في العقل أعطونا. هذا من الضعف أخوتي. هذا هم ماذا يستدلون؟ يستدلون، شوفوا أخوتي الشيعة بالذات انتبهوا لقولي، النواصب بماذا يستدلون؟ شوف ضعف النواصب وشوف قوتنا. الناصب بمن يستدل؟ يستدل بعباس الخوئي، هذا الخبل ابن السيد الخوئي، هذا مخبل، هذا عباس الخوئي. بالمناسبة أخوتي عباس الخوئي أقسم بالله هذا خبل، هذا أبوه مشور به السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، شور بعباس الخوئي. هذا مطلعين النواصب بمن، شوفوا منطقة من يتحدث تقول واحد يبيع نفط، هذا عباس الخوئي مع احترامنا لأهل النفط، مطلعي لي عباس الخوئي يستشهدون به والله الشيعة كذا، وهذا خبل. هذا شوفوا منطقة من يتحدث، هذا ابن مرجع ما تعد منقصة، ابن نوح اللي تربى ببيت النبوة قال ساوي إلى جبل يعصمني، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله، من أمر الله، ومات من الكافرين، وهو ابن نبي بن أولي العزم. فمو يستدل لا منقصة ولا معيرة، يستدلون بهذا الخبل عباس الخوئي على للتنقيص من الشيعة. بعد يستدلونهم بقصة وهمية نطحية، يستدلونهم شيخ واثق ليش عنده سكسوكة، ومليون مرة قلنا لكم يا أخوتي هذا الله خلقني هكذا. واحد ناصبي كاتب لي في إحدى التعليقات قال لي شيخنا لماذا عندك سكسوكة؟ والله العلي العظيم هذا الذي أقوله موجود بالتعليقات كثيرة ما عندي وقت أطلعها. قلت له الله خلقني كذلك، قال لا الله ما يخلق الواحد عنده سكسوكة. قلت له شلون لا عادي خلقه يعني، يعني أريد أجاوب، فد حمير الله يجل وجوهكم، فد غباء ساعدك الله يا رسول الله، شلون نصرت، شلون نشرت الإسلام ما ندري، شلون نشر الإسلام ما ندري أخوتي الكرام. فبهذا اللحاظ أخوتي الكرام هذا يدل على ضعفهم وعلى انهيارهم في البنية العقدية. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.